استاذ عصام شلتوت من غير اتحاد كره ما ينفعش. في الدقائق الاخيره الاهلي يقرر اعاره مهاجمه الغاني الصاعد صمويل اوبونينج للمصريه للاتصالات. هو المصريه طلبت هو قرار صعب، عايزهم يلعبوا في مستوى داشنج، مش عايز يلعبهم ناشئين ومفيش فرصه فوق دلوقتي. وده صح، يتاهل ويجي لك ويتاهل في التكسيره اللي تحت. طب حاجة غريبة، استبعاد 10 لاعبين وصدمة عاشور وقرار جديد لكولر، ده في التمرين قال لك يعني استبعد الراجل 10 لاعبين من عناصر الشباب مواليد 2003. ايوه الشباب يا ايوه، انا بقول لك يعني معقول 10 مرة واحدة؟ ايوه ما 10 عشان كان مطلع والفرقة كلها بره الولاد يكتشفهم. زي ما الراجل بيعمل في الزمالك، بما انه حتى جاي جديد كمان يمكن هيوسع اكتر انه يشوف اكتر عدد، فنزلهم بقى للقطاع. وامام عاشور بس كلمة صدمة امام عاشور يعني ايه؟ مازال خايف ومرعوب فلبس الواقف بتاع الجون ده بيتر شمايك. وليه كمان يا استاذ عبد الناصر؟ لان لعيبه النادي الاهلي كانت في المنتخب الاول كتير حوالي 7-8، وفي منتخب الاولمبي كانوا بيلعبوا ضغط في الاوقات 5، فكان عدد كتير فطلع عدد كبير من بس مكتوب بايه بتاع يعني سخونه صحفيه لك، ما لازم يرجعوا يروحوا فين. طب 9 لاعبين هيغيبوا عن مباراه شباب بوليسداد، محمود متولي استمرار الاصابه فيهم 3-4 اصابات. بصوا والكلام اللي مكتوب ان الراجل طرد متولي وقال له ما تتفرجش، ده قله ادب وعيب، ده عيب لا يصدر من حد، ده كولر ولا ينفع في الاهلي. محمود متولي لاستمرار الاصابه ده الصح، خالد عبد الفتاح للاصابه، احمد نبيل كوكا للاصابه، وسام ابو علي اصيب، طمنا عليه. قدامه يعني بكتيره 10 ايام كامله، مش ولا اسبوع. طب ايه الاصابه بتاعته؟ الاصابه شد من الدرجه الاولى في العضله الخلفيه. هو بص واضح ان هو جاي من ميران برضو، الاهلي والزمالك غير يعني تقريبا جاي من ميران اقل، داس على نفسه، واعتقد نفسيا كابتن جمال ممكن يقول لي ان هو وهو فاهم ان الراجل هيلعبه اول ماتش برضو الشده اللي هو فيها ممكن تساهم يعني. عمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الافريقي، محمود الزنفلي لعدم القيد الافريقي، احمد عبد القادر ما زال بيتاهل. عبد القادر خلاص ما هو رايح سيفا سبورت التركي خلاص. محمد الشناوي للاصابه، وبيرسي تاو الراجل قال لك لازم يرتاح خوفا من الاجهاد، لانه جه النهارده على النادي عمل جو جميل. هو برضه من ضمنها كان منتظر وكيله بيقول له في ايميل ممكن يجي من تركيا، بس هو عايز خلال ساعات الاهلي طالب 4، من اقل من 4 مش هيمشي. هو شرط انه لو باعوه يرجعوا يرجعوا للاهلي طبعا، بس يبيعوا ب4 خوفا من انه يروح الزمالك. يبيعوا بكام؟ ما هو عبد القادر برضه قالوا ما فيش شرط، عايزين شرط نكتب لكم 3.5 مليون. هما بص الكلام الاخير 300,000 دولار، ما دي اعاره. ما هو دلوقتي الكلام في ده، ما حقيت الشراء مقابل 600,000 دولار، ده عرضهم الاهلي مش عايز ده. الاهلي طلب اذا عايزين نحط الشرط 3.5 مليون دولار. طيب ما زال الاهلي مصدوم بموضوع عدم القيد بالنسبه للزنفلي، ولا ممكن تتحل لما يبعت ورق الشناوي؟ ما فيش حل لا يمكن، لانه ده الاتحاد الاسيوي. ثانيا الحاجه الوحيده اللي كان ممكن يرتكز عليها ان الاتحاد الاسيوي، لا الاتحاد الاسيوي هو اللي عنده الاوبشن بتاع انك تغير لاعب دي في الاتحاد الاسيوي. برافو عليك. الحل اللي كان يتعمل انه اثناء فتره البطوله كان يطلب هو، لكن وانت القيد كان مفتوح لما اصيب الشناوي تمام مالكش حق تطالب، ما كنت هات واحد بداله من الاخر كده. طب الاهلي صرف الرواتب بالجنيه المصري ومنهم للحد، ولا ده كلام مغلوط؟ صحيح صحيح، ولا نفي رسمي امبارح جايبينه. لا يعني قبضوا بالدولار اللي طبعا دي عقود. طب عمر كمال عبد الواحد مهدد بالاستبعاد من المنتخب بسبب ان حسام حسن لم يكن مقتنع بيه في المصري. بظنك. عشان انا بص انا قدام شهاده للتاريخ لحظه بس هنا قدام زعلان من حاجه ثانيه. انا كان هو بيتكلم عن علي ماهر ما بيتكلمش، لا هو حسام حسن لم يكن مقتنع بيه اصلا في المصري. لا بقول لك حسام هل ده يستمر ولا ممكن يغير المصري؟ لا ما اظنش، يا راجل لسه بنقول مدرب منتخب مصر قد الدنيا ما يعديش لعيب، قال انا شايف فني يقول فني وحر بقى، ده حقه، ما انا مش عازب الا حسام. انا الخبر ده ملوش اي لازمه خالص، انا واحد هيكسبني واحد هيكسبني اقول له لا مش هاخده. ده حتى حسام كان بيتكلم كده فاني، قال لك ده كل شويه اقول علي ماهر وانا اللي اديته الفرصه، ازاي اداله الفرصه وازاي مش مقتنع بيه. 16 فبراير الاهلي وشباب بوليسداد، وفي وديه بكره السبت. وديه سريه جدا على ما سمعت، يعني بيقولوا الراجل بيجرب حاجه، ايه هي ما المركز مش عايز يقوله، فعلا هم بيعرفوا يقفلوا في الحاجات ديت. اليو ديانج يا جماعه انتظم في التدريبات
وخلاص الناس في الجزائر بتستعد لاستقبال الاهلي والمباراه يوم 16 ومنع. شوف اهو الخبر ده اللي قلت عايزه عشان ارد عليه. في حاجه اسمها منع نجم الاهلي من التدريب عشان كولر مين؟ ده راجل مصاب محمود متولي والله العظيم. اتصدق بالله انا اخذت على فكره، على فكره الاولاد في الاعداد قالوا مش عايزين، انا قلت لهم هاتوه عشان نرد عليه. والله برافو عليك. عيب الناس تكتب ان الراجل يعني الراجل قعده موسم عشان حاسس انه انا حاسس ان هو لعيب كويس. اللي كاتب الخبر هو لعيب كويس والله يعني وائل السنوسي مستني ياخد فرصه يرد عليكم في كل. طب اخيرا عشان اختم اتفضل. طيب احنا دلوقتي قلنا ان المجموعه اللي الماتشات بتاعه تصفيات كاس العالم اللي في شهر يونيو. يونيو بعد اربع شهور هي دي اللي ممكن حسام حسن يحقق فيها النتائج المرجوه او طبيعته. يعني انت في حاله ندم مع نفسك. النبي اديني فرصه مره واحده او امشي. لا لا يعني انا ما قلتش كلمتين لسه. ما لا انت ندمان يعني فبصحح. لا انا بصحح لك. انا بسال والله سؤال بريء. عشان تسجل حاسس بالذنب يعني؟ لا انا ذنب ايه؟ يا اصل انا شايفك عايز ترجع للموضوع. انا هسجل لك نقطه للتاريخ واحسبها عليا. اتفضل يا فندم. اخر ماتش في المجموعه عشان نور معاك دقيقه. نور وائل السنوسي عشان خاطرك دقيقه. لحظه واحده. اخر مباراه في 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 هذا التاريخ او في هذه المجموعه هيبقى 11 يونيو 24. هنتوقف حوالي 9 شهور عشان ندخل المرحله الثانيه. طب ماشي يعني نلغيهم الماتشين دول. لا اله الا الله. هكمل كلامي ولا امشي؟ قول بس يلا. لا اتفضل سيبه اتكلم. هيبدا بعد 9 شهور. هنركن 9 شهور. طب هنعمل ايه؟ نمشيه 9 شهور ونجيبه ثاني. لحظة واحدة. عشان كده قلنا نجيب في الوقت الخطأ. انت يعني لو كملت كلامي هتفهم الموضوع من سلم عليا يا كابتن جمال والنبي. لا 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 قال لك اصل انا والكابتن جمال متفقين عليه. هبط لك دلوقتي الكلام الاول بالاخر. طيب خليك انت شاطر وخد وقتك يا ابو نور. او ما تكلمش خلاص. خد لا يا ابو نور. هو انا والكابتن جمال ضدك علنا. لا اله الا الله. يا بيه كل الاحترام. ماشي ماشي. ده رايي. لما نقعد 9 شهور بالمنتخب الاختبار الحقيقي لحسام حسن اللي انا اقصده هيبدا من مارس 25 بعد تقريبا سنه وشهر. ليه بقى؟ هيكون حصل كل البوشنج اللي عنده والموتيفيجا وخلص الشحنه اللي هو بيتميز بيها. تقول لي موتيفيجا يا سنة. راجل اتكلم بقى. سجل عطيه. لو في الفتره دي بدا كل الكلام ده. لو في الفتره بدءا من 17 مارس 25 يعني انت قصدك دي البدايه. اثيوبيا ماتش اثيوبيا اللي هو ماتش اثيوبيا ومصر. اثيوبيا ومصر ومصر وسيليون ومصر واثيوبيا هنا وكل الماتشات. طب نعمل ايه في التسع شهور؟ طب يا كابتن وقتك خلص. الوقت خلص عليا خلاص. لا 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 نعمل ايه في التسع شهور؟ انت عندك في الفتره دي 6 ماتشات من 10. انت لعبت 4 في الاول. ماشي. قد ينجح فيهم حسام واغلب. خلي بالك ان في اجنده دوليه في التسع اشهر هيلعب. دول الاختبار الحقيقي. الست ماتشات دول اللي هيبداوا في مارس 25. ادعي له بالتوفيق. بالظبط كده. احنا كلنا هندعمه في الفتره دي عشان يحصل عكس وجهه النظر المنطقيه اللي انا بقولها. لا مش منطقيه ابدا. ان حسام في الفتره دي مش هيبدا. لا تحكم عليها انها منطقيه. دي مش بطوله. والاخوه اللي بيننا منطقيه. ان هو في الفتره دي هيبقى بقى سنه وشهرين ماسك المنتخب. شكرا. الفتره دي اداؤه فيها الورق بيقول كده والطبيعه بتقول كده والتحليل بيقول كده. وعباس الضوء ما بيقولش كده وما فيش تاني. دي بالنسبه للقصه بتاعت حسام حسن. على فكره انا مش ضده خالص. طب اقول لك بس على حاجه وده انا اللي هفشل لو فشل. انا والله والله هينزل الجمله بس. حسام حسن فشل انا فشلت. شكرا للسنوسي. بس في حاجه مهمه. بس في حاجه مهمه. قول لي يس اور نو. في اثناء كام شهر دول لغايه لما نخش على 25 في مباريات طبقا للاجنده الدوليه والوديه هيلعبوا حسام. لو لعب كويس هتغير رايك؟ لا دلوقتي لا. رايي يبدا من مارس ده بعد التوقف. ماشي ماشي ماشي. احسب عليا من مارس ده الاختبار الحقيقي. انا حبيت ارمي لك. اتمنى انه ينجح. انا حبيت ارمي لك وجهه نظري. شكرا حلوه. اتمنى انه حسام حسن ينجح. اشكرك على ختام الاستاذ عصام اللي قال لك سجل ده والكابتن جمال. انا قلت له حبيت ارمي لك. انا في منتهى السعاده ان احنا سجلنا ده على الكابتن وائل السنوسي. وعلى فكره وعايز اقول لك حاجه ثانيه في ثلاث ثواني. محمود علاء من اكثر هدافين مصر من المدافعين. اشكرك. من اكبر مدافعين هداف. استاذ عصام بس انت استاذ عصام شلتوت بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك والله. راس اليوم جميل مع الكباتن. اشكرك شكرا جزيلا. وموضوع مصطفى اشرف يا جماعه اصبح فنكوش وابو السبب. الاوبات كثيره الكلام بتخرب بيوت العيال. ابوه فاكر انه معاه حاجه بيبيعها. اه والله. يعني اقول لك نورتنا يا ابو احمد حبيبي ناصر. كابتن ايمن حافظ نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا استاذ ناصر وبشكرك وبشكر الكباتن الكبيره اللي كنا معاهم. شكرا جزيلا كابتن وائل السنوسي. اشكرك يا غالي جدا. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. ودمرت لي مخي. ولازم نختلف يا لازم لازم. انت دمرت مخي. انت اختلفت. اصل الحياه كل الاختلاف. الشكر والتقدير لاسطورتنا ونجمنا اليوم كالعاده النجم الكبير
الكابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر العظيم الذي دائما نشرف ان نكون في وجوده جميعا، يومه يوما دائما مميزا. شكرا كابتن جمال. انا بشكرك عبد الناصر، بشكرك على المجموعه الجميله دي حبايبي كلهم. لا لا ده وائل حبيبي، وائل حبيبي. انت كلهم اصحابي، انت الوحيد اللي اعتبره مش صاحبي. يا جماعه رودريجو مدرب احمال الزمالك يعتنق الاسلام، وهذا خبر سعيد اردت ان اختم به، وده شيء كويس ويحول اسمه لعبد الله ليصبح اسمه الجديد عبد الله، هو سابق مش حالي. مشى يعني رودريجو يغير اسمه الى عبد الله ويعتنق الاسلام، خبر سعيد. ويظل دائما ذكرى ضحايانا وشهداؤنا في الملاعب يعني تعلمنا عدم التعصب، وناخذ منها ان احنا نبقى افضل، وربنا يكرمنا وما نسمعش كلام وائل السنوسي خالص، وندعم الكابتن حسام حسن جدا. وعشان نور وائل السنوسي اسيبكم مع هذا الاهداء لارواح كل الشهداء والفتحة الذين راحوا الزام على حضراتكم، الفتحة لهؤلاء الشباب كل العظيم. اولادنا اللي راحوا لهم منا الفاتحة، وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في الفردوس الاعلى. التقيكم على خير الاربعاء القادم ان شاء الله كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.